بمناسبة عيد قلب يسوع الأقدس، أقيم قداس احتفالي في كنيسة السلزيان في بيت لحم. وقد أما الكنيسة عدد كبير من المؤمنين الذين انطلقوا في مسيرة حاشدة، جابوا خلالها شوارع البلدة القديمة، محتفلين ومرنمين أجمل الترانيم على أنغام وموسيقى عزفتها مجموعة كشافة السلزيان. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. ترأس المطران بولس مرقدسة النائب البطريركي للاتين القداس الاحتفالي بعيد قلب يسوع الأقدس في كنيسة السلزيان في بيت لحم، وتبعه الدورة التقليدية المعتادة سنوياً في الطرقات القديمة في المدينة. شارك في الذبيحة الإلهية لفيف من كهنة البطركية اللاتينية والأباء السالزيان والشمامسة وطلاب المعهد الإكليريكي والراهبات والمؤسسات المحلية وممثلي المؤسسات والجمعيات ورواد الحركة الكشفية وقادة المجموعات الكشفية وعدد كبير من المؤمنين من أبناء رعية بيت لحم والمناطق المجاورة. وبعد الانتهاء من القداس الاحتفالي ابتدأت المسيرة الحاشدة التي نظمت من الأباء السلزيان ومجموعة دون بوسكو من كنيسة قلب يسوع الأقدس مروراً بأحياء المدينة، حيث تباركت البيوت والطرقات والمحلات التجارية التي زينت بالورود وأغصان الشجر، تباركت بجسد المسيح الذي حمل تحت المظلة طيلة المسيرة، وعلى وقع أجراس الكنائس التي قرعت والصلوات والتراتيل والعزف على الآلات النحاسية من قبل الكشافة، حتى وصول المسيرة لكنيسة سانتا كاترينا حيث صلاة الزياح بمشاركة جميع المؤمنين. ثم واصلت المسيرة بعد الصلاة على القربان المقدس لتعود أدراجها إلى كنيسة السلزيان وأخذ البركة الختامية من قبل المطران مرقدسة. وبعدها أقيم حفل استقبال وتقديم التهاني للأباء السلزيان في قاعة الدير. ففي هذا العيد المقدس وهو تكريم جسد الرب ومحبته والإعلان إن الله معنا من خلال حبنا وارتباطنا بالإله الحاضر وسطنا بسر القربان المقدس. لنورسات مارلين الحدوى من كنيسة قلب يسوع بيت لحم.